خلاص ساعات قليلة وهيعلن البنك المركزي القرار المنتظر بخصوص مصير أسعار الفايدة في وقت بتميل أغلب الآراء لتثبيتها في اجتماع سبتمبر ووقف قطار رفع أسعار الفايدة ولو بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع. فيا ترى إيه علاقة قرار لجنة السياسة النقدية النهاردة بالخفض المحتمل في قيمة الجنيه؟ وهل التثبيت ولا الرفع هما اللي هيكونوا تمهيد لتعويم الجنيه؟ والمؤسسات الدولية شايفة اللي هيحصل النهاردة إزاي؟ والأهم إيه سيناريوهات أسعار الفايدة في الاجتماعين اللي فاضلين في 2023؟ بانكير نبض البنوك. في شبه إجماع من مؤسسات التمويل الدولية إن البنك المركزي هيتجه النهاردة لتثبيت سعر الفايدة في سادس اجتماع ليه في 2023، ومعظم التقارير اللي طالعه من بره بتقول انه على الرغم من ان التضخم لسه بالقرب من مستويات قياسيه مرتفعه الا ان تباطؤ ارتفاع الاسعار الشهر اللي فات ممكن يدفع البنك المركزي المصري لتثبيت اسعار الفايده عند مستواها الحالي، خصوصا مع ثبوت عدم وجود تاثير كبير لرفع الفايده في السيطره على التضخم لارتباط ارتفاعات الاسعار بعوامل ثانيه زي تخفيض العمله والنقص في سلاسل الامداد العالميه وغيرها من الاسباب المستورده من الخارج واللي ملهاش علاقه قبل بيحصل في السوق المحلي في مصر. وانخفض التضخم الشهري في أغسطس للمرة الثالثة على التوالي، وده اتجاه بيتوقع عدد من الاقتصاديين انه هينعكس على معدل التضخم السنوي في المدن اللي ارتفع لمستويات جديدة خلال الصيف، وبيقولوا ان ده هيسمح للبنك المركزي بتثبيت الفايدة بعد اجتماعه النهاردة ولحد ما يتم صدور قرار بشأن تخفيض جديد للعملة، واللي لو حصل هيكون الرابع من اول 2022 ولحد دلوقتي. وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، توقع 8 من أصل 13 اقتصادي أن تترك لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وده أعلى مستوى ليه منذ إصدار بيانات الفايدة في 2006، وتوقع الخمسة الباقيين رفع الفايدة في مستويات ما بين 100-200 نقطة أساس. نفس الكلام أكده استطلاع لوكالة رويترز شمل 17 محلل، توقع معظمهم إلقاء البنك المركزي سعر الفايدة على الإيداع ثابت عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%. وسبق وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 3 أغسطس رفع أسعار الفايدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجأة قالت إنها بتهدف للسيطرة على التضخم. طب هل اللي هيحصل في اجتماع اللجنة النهاردة ليه علاقة بتعويم الجنيه؟ كتير من المؤسسات الدولية شايفين ان تثبيت سعر الفايدة تمهيد لتعويم الجنيه من جديد، لان رفع الفايدة هيكون معناه ان الحكومة بتحاول تسيطر على السيولة في السوق، لكن التثبيت بيدي فرصة للاقتصاد والاسواق انها تتنفس وعجلة الانتاج تدور، وده هيخلي عمليات بيع الاصول الحكومية تتسارع والدولة تجمع سيولة دولارية لتأمين الموقف لو حصل تخفيض في قيمة الجنيه. طب والحكومة موقفها ايه؟ لحد دلوقتي مصر شايفة ان الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب أزمة الدولار ورفض أي تخفيض جديد في قيمة العملة المصرية، خصوصا ان التخفيض اللي حصل قبل كده بدل المرة 3 مرات ما كانش ليه أي تأثير يذكر على السوق ولا على سد الفجوة التمويلية، وكمان هيكون ليه تأثير سلبي على الأسواق وعلى خدمة الديون، وده اللي عامل مشكلة مع صندوق النقد الدولي ومخليه رافض يعمل المراجعة الأولى لبرنامج التمويل اللي اتفق عليه مع مصر في ديسمبر اللي فات. والمراجعة دي كان المفروض تحصل في شهر مارس وتأجلت لسبتمبر، وبنسبة كبيرة ممكن تتأجل كمان لنهاية 2023. يا ترى ايه اللي هيحصل الأيام اللي جاية؟ ده اللي هنتابعه معاكم لحظة في لحظة. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.